إذن مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في البث المباشر من أمام باب السلسلة، ونشاهد تواجد قوات كبيرة من قوات الاحتلال في محيط منطقة باب السلسلة لحظة خروج المستوطنين من المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامهم المسجد من باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال. يعني نشاهد الآن يعني يخرجون من باب السلسلة بعد اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك. أشير إلى تفاصيل ما حصل قبل قليل هنا في هذا المكان تحديدا أمام باب السلسلة بعد منع مجموعة من المصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، منهم من هم مبعدين عن المسجد الأقصى، رابطوا في أقرب نقطة استطاعوا الوصول إليها هنا أمام باب السلسلة، لكن مع خروج المستوطنين قامت قوات الاحتلال بإبعادهم عن المكان. بعد الاعتداء عليهم تم اعتقال الشاب بين نظام أبو رموز وإياد أبو رموز بعد الاعتداء عليهما من باب السلسلة. تم إبعاد جميع النساء وصولا إلى منطقة باب المجلس، وهناك تم اعتقال الحاجة نفيسة خويس، أيضا تم اقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة في البلدة القديمة. يعني حتى هذه اللحظة نشاهد تواجد المستوطنين، منهم من يخرجون من منطقة حائط البراق، ومنهم من يخرجون من مسجد الأقصى المبارك ويقومون بتأدية صلوات تلمودية هنا أمام باب السلسلة، وأيضا رقصات استفزازية تستفز مشاعر الفلسطينيين بحسب المتواجدين هنا أيضا، وما شهدناه خلال البث المباشر السابق. أشير أن تأتي هذه الاقتحامات في ظل بداية مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي، يعني أيضا يتجول المستوطنون في أزقة البلدة القديمة ويتوافدون إلى حائط البراق وهم يحملون القرابين النباتية، هي إحدى طقوس ما يسمى بعيد العرش اليهودي. أيضا من خلال هذا العيد الذي يستمر لمدة أسبوع منذ يوم أمس وحتى يوم الاثنين المقبل، يحاول فيه المستوطنون أن يبلغون أعداد كبيرة من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. يعني حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من 500 مستوطن اقتحم المسجد الأقصى المبارك منذ صباح هذا اليوم. إذن في هذه اللحظات مجموعة كبيرة من المستوطنين يخرجون من المسجد الأقصى المبارك تحديدا من باب السلسلة، وهم يغنون ويرقصون يأدون رقصات يصفها الفلسطينيون بالاستفزازية، خاصة بعد اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
إذن نشاهد هذه الأعداد الكبيرة من قوات من المستوطنين عفوا الذين يخرجون بحراسة قوات الاحتلال من المسجد الأقصى المبارك، يعني في الوقت الذي تقوم قوات الاحتلال بمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى وأيضا تفرض عليهم قيود، حتى هناك أعداد كبيرة أيضا تمنعهم من الاقتراب من أبواب المسجد الأقصى المبارك كما حصل هنا بمنع المصلين من التواجد أمام باب السلسلة وإبعادهم عن المكان. تم أيضا اعتقال 3 حتى هذه اللحظات منهم الحاجة نفيسة خويس تم اعتقالها من باب المجلس، وأيضا إياد ونظام أبو رموز تم اعتقالهما من هنا من أمام باب السلسلة في محاولة لتفريغ المسجد الأقصى من المصلين ومنع التواجد الفلسطيني في خلال فترة اقتحامات المستوطنين في ظل ما يسمى عيد العرش اليهودي. أيضا الصورة التي نشاهدها هنا تتشابه أيضا في منطقة باب الأصباط، حيث أيضا يتواجد أعداد كبيرة من المستوطنين وينفذون رقصات استفزازية أمام باب الأصباط. إذن الآن يعني نشاهد ونستمع بصوت عالي يعني ما يقوم به المستوطنون من الغناء خلال خروجهم من المسجد الأقصى المبارك، ونستمع أيضا إلى تكبيرات الفلسطينيين هنا تصدي للمستوطنين. إذن نتحدث عن تفاصيل أحداث اليوم فيما يسمى بعيد العرش اليهودي. معنا هنا أستاذ أحمد الصفدي المتواجد هنا أمام باب السلسلة، يعطيك العافية. تحياتنا لكم ولجهودكم الجبارة بعد كل حملة الاعتداءات حتى على الطواقم الصحفية بالدفع والإبعاد عن الحيز والمكان بالقوة. فالاحتلال يريد في يوم تحت بند حمى الأعياد وحمى الانتخابات الاحتلالية ليردوا هؤلاء اليمين المتطرف الصهيوني بحماية قوات الاحتلال، والهدف هو إتاحة الحيز والمكان ألا هو الحبيب المسجد الأقصى المبارك بالقوة وبالهيمنة وبالعربدة ومن خلال نظرية الإحلال، لأن الاحتلال منع
كل المقدسيين اليوم من الوصول إلى المسجد الأقصى حتى الأعمار فوق الخمسين، ومنعوني شخصيا من دخول المسجد الأقصى رغم أن من سكان البلدة القديمة وفوق عمر الخمسين، لأن هذا يبرمج ويؤهل ويوضح بأن الاحتلال يريد أن يترك المكان لهم ليرسلوا رسالة مزيفة غير حقيقية بأن المسجد فقط مستوطنين، ولكن بواقع الحال المقدسيين يتعرضون للانتهاكات المركبة حتى لا يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك. مهما حاول الاحتلال من عربدة وهيمنة على المكان بالقوة لن يستطيع أن يبدل الصورة والمشهد هذه الصورة المزيفة. أختي، صلاة الفجر وتم منع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، عدد محدود من سمح لهم بالدخول، هناك يعني أعداد كبيرة من الشبان منعوا من الدخول وحتى الوصول إلى محيط أبواب المسجد الأقصى المبارك. هل ما تحدث عنه هو فرض التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، خاصة يعني حراسة المستوطنين عند دخولها من المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، تحدث منذ الساعة 7 وحتى 11 والاقتحامات تبقى مستمرة للمسجد الأقصى المبارك؟ فعلا هو يعني كل محاولاتهم على مدار العام لفرض التقسيم الزماني والمكاني أيضا، فأنت تجدي أن المقتحمين يتركزون في باب الرحمة ويقومون بصلوات استفزازية وتلمودية وتوراتية، وهذه الاستفزازات حتى ما يسمى بالانبطاح الملحمي وغير ذلك، وذهبوا لأكثر من ذلك، يعني حاولوا إدخال الخمور والأبواق في حماية وتشريع من محكمة الاحتلال ومما يسمى كنيسة الاحتلال لولا يقظة حراس المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يحاول أن يسيطر على المسجد الأقصى المبارك ويحاول أن يخلق تقسيما زمنيا ومكانيا، ولكن صمود المرابطين وصمود أبناء القدس رغم كثافة العدد ورغم ضخ عدد مفتعل من خلال توفير باصات ودعايات وتوفير أمن لهم، إلى أنه يعود المكان إلى حاضنته الأساسية، إلى أصالته، إلى إسلاميته، إلى عروبيته، إلى فلسطينيته. مهما حاولوا أن يبدلوا المشهد وأن يصنعوا صورة مفتعلة لن يستطيعوا، لأن أبناء القدس رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى، مجربين في كل المعارك، هم انتصروا في معركة البوابات الإلكترونية وبباب الرحمة وبالشيخ جراح وبباب العمود وفي المسجد الأقصى خلال العوام السابقة، لن ينتصر هؤلاء المستوطنين المارقين، وأنت ترينهم هم مارقين من أمامنا، هم ليس سكان أصليين، نحن السكان الأصليين. وجدك معنا أستاذ أحمد الصفدي، إذن ما شهدناه ونحن يعني خلال حديثه وقوات الاحتلال تقوم بحراسة المستوطنين وتأمين مرورهم هنا من منطقة باب السلسلة، وأيضا خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، أيضا يعني أشير إلى ما ذكرته سابقا بإبعاد جميع المتواجدين من المصلين الذين استطاعوا الوصول لأقرب نقطة إلى المسجد الأقصى المبارك بعد منعهم من الدخول، تم إبعادهم حتى من منطقة باب السلسلة وإبعادهم عن محيط أبواب المسجد الأقصى المبارك. كنا قد استمعنا أيضا لأصوات تكبيرات المصلين الذين يتصدون للمستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى وأيضا بعد خروجهم منه. كيف لقيت الوضع جوا المسجد الأقصى؟ لا ولا شيء، في هذا الجروب بده يروح ما في شيء. نعم شكرا. إذا يتحدث أن هناك مجموعة من المستوطنين الآن ستخرج من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، مجموعة جديدة كانت قد اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة. نتحدث عن عدة مجموعات، أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم. Thank you.
يعني حسب العدد الذي وصلنا قبل قليل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، الموبايل تحدث عن نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال منذ صباح هذا اليوم، ونشهد حتى هذه اللحظة خروج مجموعات المستوطنين من باب السلسلة. أشير أيضا أن هناك توافد كبير للمستوطنين إلى منطقة حائط البراق، حيث يؤدون طقوسا تلمودية وأيضا يجوبون شوارع البلدة القديمة وأزقتها، وهم حاملون القرابين النباتية إحدى طقوس عيد العرش التوراتي أو ما يسمى بعيد العرش. أيضا منذ فجر اليوم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك بمنع دخول المصلين أدت إلى مناوشات مع المصلين الذين قاموا بتأدية صلاة الفجر على الأبواب، تم اعتداء على مجموعة منهم. ثمانية عشر مجموعة إذن اقتحمت المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين ليصل عددهم إلى نحو 1000 مستوطن. يعني حتى أعتاب المسجد الأقصى المبارك تم منع التواجد فيها من قبل الفلسطينيين. أيضا هناك أعداد من المصلين استطاعوا الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم، يرابطون حتى هذه اللحظة داخل المسجد الأقصى. هناك من تم أيضا إخراجهم بالقوة من داخل رحاب المسجد الأقصى من قبل شرطة الاحتلال منعا لأي محاولة تصدي لاقتحامات المستوطنين. يعني نشاهد هنا عائلات من المستوطنين كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، نحن في هذا البث المباشر يعني يظهر هنا باب السلسلة حيث خروج المستوطنين بعد اقتحامهم المسجد الأقصى. إذن الآن تم إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1032 مستوطن. إذن 1032 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وتم إغلاق باب المغاربة. نشاهد أيضا تواجد أيضا مجموعة من المستوطنين بلباسهم الديني
على أعتاب باب السلسلة. الله
الله أكبر والعزة 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 والعزة